الأسر المنتجة ضعوا نسبة ولو 1% للأعمال الخيرية. نعم. وتشوفون البركة. آسفين قطعنا كلامك يا شيخ أحمد، فضل. وكان الكلام عن البصمة وكيف نضع هذه البصمة في رمضان. وكما أسلفت شيخ إبراهيم أن هناك وسائل متعددة لوضع البصمة، لكن أنا تكلمت في النهاية عن كيف تضع أنت بصمتك الخاصة بك أنت وبما يعود على نفسك في رمضان. عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. الله هذه كلها بصمات، كلها بصمات الخير عموما. يا سلام. فأي خير هو بصمة إيجابية. يا سلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكثر من الطاعات في مواسم الطاعات التي يضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من الطاعات أيا كان نوع هذه الطاعة، سواء بقراءة القرآن، بالصدقة، بالإنفاق، بقيام الليل، أيا كان نوع هذه الطاعة فهي خير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وهو أعظم من وضع لنا بصمة الخير في هذه الأمة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فإن لم نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الخيرات سواء في رمضان أو في غير رمضان، بل تكون حياة المؤمن طاعة وبصمة إيجابية يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين.